التعليمي للأطفال. مركز التعافي والتثقيف الغذائي للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد بمدينة أطار يوفر رعاية سريعة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو نقص النمو، حيث توزع الممرضة حصة من الطعام العلاجي الجاهز للاستعمال، وتقبل النساء والمرضعات بأطفالهن على هذا المركز من مدينة أطار وخارجها. سبب نجوها توارد صغيرين وضعيف كلهم عندها اللي أكيد ناقص شوي، ومنين جينا هي الحمد لله جزا الله خيرا إن شاء الله، عاد تبارك الله وزنهم ليتم إن شاء الله. عادتنا تغذية وتو تعلمنا تعميله كان، ومن تطلع اصلا مولي تعلم انه الله نعدلون مولي انت محنا نعمل جراك شهرين وش الله تري تابعة معاها الله يجيت الطفيلة وزنها ناقص خلقت وزنها ناقص ان شاء الله تميت معايا يعني تم وزنها وطلصتنا الحمد لله مركز زين ان شاء الله عينه وعينهم إن شاء الله على ذاك يعدلوننا كامل إن شاء الله مشي زين ومعلوم. ويعمل هذا المركز ضمن 6 مراكز أخرى بمدينة أطار منذ 3 سنوات على تعزيز ممارسات التغذية المزلة للرضع وصغار الأطفال للحد من سوء التغذية. منين تهد تربعا وتعود اللبن ما هو فيها تشينا ونخرصوا العاد اللبن ما هو فيها نتكفلوا إحنا باللبن اللبن اللي أعطوهم شنهم ما هو اللبن في الصيدليات اللبن أصلا معدلته معدل عليه دراسة معدلته الصحة العالمية ونقضوه ونعدلوه ونصنعوه احنا ونعطوه لهم وانتموا كل نص كاس من ذاك اللبن يشو عليها 4 كيسان من اللبن رابعة اللي يشير نهار كامل ومنين يديتورني والله يشعود له يروح يلتقى عن ذا النهار ومنين يروح اللي يعدله كيف ذلك وفتبارك الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا فاتو وصوفه أو به التركة اللي كلهم عنده لا 900 تقرأ وتعود أمه مات لا تخالق يا واجه. وبذلك تشكل هذه المراكز أداة للوقاية الفعالة من سوء التغذية لدى الأطفال في ظل التركيز على الاستشارة السابقة الولادة وتشجيع النساء على الذهاب إلى المركز الصحي حيث يتلقين المتابعة الطبية المطلوبة وحثهن على الرضاعة الطبيعية. الفاغة والدي الشيباني قناة الموريتانية مدينة أطار.